يسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع الدكتور عبد الله عبد الرحمن الصميط، مدير عام جمعية العون المباشر. في البداية مسي عليك بالخير دكتور، ونعزيك ونعزي أنفسنا بوفاة سمو أمير بلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، وصباح طيب الله أثرى. مساكم الله بالرضا والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ صباح رحمة الله عليه، وأن يبارك في من خلفه ويجعل خير خلف لخير سلف إن شاء الله. اللهم آمين. حياك الله معنا دكتور عبد الله. في البداية دكتور، كيف تلقت أسرة جمعية العون المباشر نبأ وفاة صاحب السمو الأمير الراحل؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن الخبر كان يعني له أثر كبير على العالم كله، وليس فقط على دولة الكويت. اللي شغالين في العمل السياسي والدبلوماسي كان لهم أثر، المواطنين لهم أثر، الأخوة المقيمين كان عليهم أثر كبير تلقي هذا الخبر. لكن أعتقد أكثر من تأثر بهذا الخبر هم العاملين بالحقل الخيري والإنساني، لأن صاحب السمو كان يعني فعلا كما لقب قائد العمل الإنساني، ولا شك أن ما أخذ هذا اللقب إلا يعني كان له دور كبير علينا كعاملين في العمل الخيري، ولا شك يعني كان خبر يعني فاجعة وشيء كبير علينا، وعزانا أن يعني إن شاء الله في من خلف نجد خير واستمرارية لهذا العمل إن شاء الله. اللهم آمين. الدكتور عبد الله عبد الرحمن الصميط، فقد العالم برحيل سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه، وخسر حاكما مخلصا وقائدا إنسانيا من طراز فريد. فريت تكلمنا عن رحلة العطاء الثرية والزاخر الأمير الراحل وسجل الريادي في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية أيضا جمعاء. لا شك أن الأمير الراحل رحمة الله عليه يعني مسيرته حافلة وطويلة، لعلنا احنا يعني ما عاصرنا بداية عمله، لكن عاصرنا أثره بصورة كبيرة، وأثر سياسته اللي كان يعني وضعها إذا ما كان وزير الخارجية، ورسم سياسة للعمل الخيري الكويتي الخارجي والمساعدات الخيرية الكويتية الخارجية، وهذه السياسة هي اللي ماشية عليها الكويت ومستمرة عليها من أكثر من 40 و50 سنة، بل من قبل ذلك، لكن وضعت بصورة رسمية واضحة لما استلم رحمة الله عليه وزارة الخارجية، ووضع السياسات للتعامل مع جميع دول العالم سواء شعوب ولا حكام حكومات، كان يتعامل معها خصوصا مع الشعوب بكل حيادية وبكل إنسانية من غير ما يأثر على هذا الأمر أي خلافات سياسية أو خلافات دبلوماسية، ولعلنا عايشناها في كثير من المواقف اللي ممكن تذكر إن شاء الله في ثنايا الحلقة. نعم دكتور عبد الله، من خلال هذا العمل والأثر اللي أنت ذكرته الآن ومعاصرتكم لمثل هذا الأثر، أنا ودي أتكلم عن الرؤية الإنسانية الثاقبة ومواقفه المنصفة للعمل الخيري. إحنا كعاملين بالعمل الخيري وخصوصا كممثلين عن دولة الكويت في العمل الخيري الخارجي، يعني يعتبر العمل الخيري احد اقطاب السياسة الكويتية الخارجية، او حتى تقدر تسميها يعني الدبلوماسية الناعمة اللي ممكن تأثر. احنا ننطلق من قيم إسلامية عالية ومن قيم إنسانية، ديننا يحثنا على الإحسان، قيمنا الإنسانية تحثنا على التعامل مع البشر بغض النظر عن دين أو لون أو جنس أو فكر أو حتى مناطقية. لكن اللي حصل، كيف حصل القبول للمساعدات الكويتية في كل دول العالم بما فيها الدول اللي فيها خلافات قبلية أو خلافات عقدية أو اقتتال داخلي أو طائفي، تجد أن الكويت لها ميزة وقبول خاص يعني من بين جميع المساعدات، أن تكون مقبولة من جميع الأطراف المتقاتلة أو اللي عليها الضرر، وهذا كله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب السياسة اللي رسمت كما ذكرت، أن احنا نتعامل بحيادية مع الأطراف، نحاول قدر الاستطاعة إصلاح ذات البين، جمع الكلمة في كل دول العالم حتى لو ما كان يربطنا فيها أي دين أو لغة أو حتى حدود جغرافية، إلا أن الكويت حريصة بقيادة صاحب السمو رحمة الله عليه أن تكون فعلا سبب في جمع الكلمة،
لا تحرض طرف على طرف. فلذلك لما روحنا كعمل إنسان للتدخل في هذا الجانب للمتضررين تجد الكويت مقبولة من كل الأطراف. ولا أشك يعني أن هذه كانت يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بسياسة الشيخ صباح رحمة الله عليه لما كان وزير الخارجية في رسم هذه الأمور. ولعل يعني من أعظم الأمثلة أن في أيام الغزو العراقي في عام 90 بعض الدول وقفت يعني مع العراق ضد مع صدام ضد الكويت، وهذه الوقفة كان لها يعني أثر سلبي علينا كلنا، وانصدمنا كيف يعني وقفت هذه الدول ضد الكويت، وهي الكويت اللي كانت يعني قدمت مساعدات من خلال جمعيات الخيرية من خلال صندوق الكويت للتنمية، استثمرت في هذه الدول من خلال الهيئة العامة للاستثمار، لكن قوبلت بوقوف ضد دولة الكويت. هذه كانت سياسة حكومات، لكن بالمقابل ما يانا أي توجيه ولا رفض ولا إيقاف لأي عمل خيري أو إنساني في نفس الدول اللي وقفت حكوماتها ضد، لأن احنا نفصل بين العمل الإنساني والعمل السياسي. وهذه مثل ما ذكرتها لما أقول احنا هذه كلها كانت بقيادة صاحب السمو رحمة الله عليه. رحمه الله. دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الله عبد الرحمن الصميط، بما أنك ذكرت على موضوع العمل الخيري، ماذا عن دعم سموه رحمه الله المتواصل لمسيرة العمل الخيري؟ دائما الناس تذكر الدعم للعمل الخيري بحجم الأموال اللي أنفقت، وأنا يعني لي نظرة شوي مختلفة، أشوف أن يعني في بعض الدعم المعنوي يكون يسواله مليارات ما هو ملايين. صحيح. مجرد الثقة والتسهيل والدفاع والحماية للعمل الخيري أعتقد أنه كان في أوج قمته وتأثيره ودعمه في عهد صاحب السمو الشيخ صباح رحمة الله عليه. كان الدعم من الشيخ جابر قبله ومن أمرائنا اللي قبلنا، كنا نقول في أوج الدعم حصل في عهد الشيخ صباح، خصوصا مع الضغوطات اللي صارت على العمل الخيري والعمل الإنساني في العالم كله. صحيح. بعد أحداث 11 سبتمبر إلا أن الشيخ صباح كان له وقفة خاصة ومختلفة تماما مع العمل الخيري الكويتي بالدفاع عنه بثقة فيه بدعمه وبتنظيمه بصورة أفضل، ولا شك أن هذا سبب يعني قفزات كبيرة بحجم التبرعات، قفزات كبيرة بحجم الأثر اللي تحدث هذه الجمعيات في الدول التي تعمل فيها. وبالمقابل أنا أقول الشيخ صباح ما اكتفى رحمة الله عليه بالدعم المعنوي، وإنما كان يتكفل من عام 2006 من تقل يعني الحكم في الكويت، وهو متكفل في ما لا يقل عن 100 حاج سنويا يحججهم عن طريق جمعية العون المباشر، وحتى الآن تجاوز 1300 حاج اللي تكفل فيهم من بداية توليه مقاليد الحكم إلى يومنا هذا اليوم اللي توفى فيه رحمة الله عليه. وأنا أقول يعني هذه أثرهم ما هو مجرد حج، وإنما هؤلاء يرجعون إلى بلدانهم وينقلون صورة الإسلام اللي رأوها في الحج، بأن لا يوجد فرق بين أبيض وأسود، ولا يوجد فرق بين أمير وفقير، الكل سواسية، الكل لابس أبيض، الكل يطوف مع بعض. بالنهاية يرجعون هؤلاء بصورة جدا مشرقة للإسلام. فأنا أقول أنه كان قائد إنساني، كان داعية بنفس الوقت، يعني يتخير المشاريع اللي لها أثر عظيم سواء في العمل الإنساني أو حتى العمل الدعوي والتربوي. نعم. دكتور عبد الله، أنا ودي أستفيد من وجودك معنا في هذا البرنامج، ودي أتكلم عن المواقف الإنسانية العظيمة للأمير الراحل ودعم العديد من الحملات والمبادرات الإغاثية في العالم، وأيضا النداءات الإنسانية الدولية التي تحدث بين فترة وفترة. لا شك أن يعني هناك كثير من مؤتمرات الدعم وإعادة الإعمار اللي تحصل في العالم والنداءات اللي تحصل، لكن حقيقة حسب علمي ما وقفت على أي مؤتمر أو نداء حصل له نجاح مثل ما قاعد يحصل بالنداءات اللي كان يوجهها صاحب السمو رحمة الله عليه، وتجتمع جميع دول العالم كقطاعات حكومية وقطاعات إنسانية وقطاع خاص لإعادة إعمار البلدان المستهدفة. يعني أذكر إعادة إعمار شرق السودان، أذكر مؤتمر إعمار سوريا، وكذلك المؤتمر الثاني الخاص بسوريا، المؤتمر الثالث إعادة إعمار العراق، كلها كانت يعني مؤتمرات أعتقد أنها كانت في قمة النجاح وقمة التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكان لها أثر جدا عظيم. ولا أذكر ما جمعت مبالغ كما جمعت التعهدات
في هذه المؤتمرات، بالمقابل تجد يعني مؤتمرات ثانية قد تكون أقل فعالية وأقل، وهذا يعني ما أظن جاء من عبث وإنما من ثقة أولاه العالم كله لصاحب السمو رحمة الله عليه بنداءاته، وكذلك في طريقة العرض والإيمان بالرسالة اللي جعلت الصدق في لسانه والقبول من الطرف الآخر اللي تم مناداته لحضور هذه المؤتمرات. نعم دكتور عبد الله، بما أنك أنت ذكرت وتفضلت وأطلعت السادة المشاهدين عن المؤتمرات، نبي نتكلم عن ترأس سموه رحمه الله في ودعمه لهذه المؤتمرات بالتفصيل. التفصيل اللي أقدر أقول أن مجرد استضافة الكويت لهذا النداء، وأن تكون مبادرة من دولة صغيرة الحجم بحجم الكويت مقابل دول عظمى وكبرى، مقابل دول اقتصادياتها كبيرة، مقابل دول جغرافياتها وعدد سكانها كبير وأثرها العالمي كبير، إلا أن تكون الاستجابة بالكويت وتجمع 300 مليار و 400 مليار في المؤتمرات هذه، أنا أعتقد أن دليل على حسن قيادة لهذه المؤتمرات وحسن عرض لها. وكذلك مثل ما ذكرت، إذا الله سبحانه وتعالى وجد الصدق في قلب الشخص لهذا النداء، بعض النداءات قد تكون يعني المقصود منها البهرجة، بعض النداءات قد يكون المقصود منها غيرها من الخلاف، لكن أنا اللي أعرفه وحسب أحد مستشارين صاحب السمو رحمة الله عليه ذكر أنه كان يعني تأثر من بعض الفيضانات اللي حصلت للمهجرين من إخواننا السوريين، بناء عليه يعني استجاب وتعاطف وقال ما يكفي أن نقول إن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإحنا قاعدين لابد أن نبذل جهد. فانطلقت المؤتمر الثاني للمانحين لسوريا اللي جمع فيها قرابة 400 مليار، وحتى قادة الأمم المتحدة ما كانوا مصدقين أن راح تجمع هذه المبالغ، كانوا متوقعين 100 مليار أو 150 مليار، لكن فضل الله سبحانه تجاوزت كل التوقعات وصلت إلى أكثر من 400 مليار دولار حجم المبالغ اللي تم التعهد فيها في هذه المؤتمرات. نعم دكتور عبد الله، الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا أيضا ودي أتطرق لموضوع تسمية الكويت مركز العمل الإنساني وسمو الأمير الراحل رحمه الله قائد العمل يعني الإنساني، وأهمية هذا الوسام، وسام الاستحقاق. مثل ما ذكرت هو وسام استحقاق ورحمة الله عليه، هو مستحق لهذا الوسام، لأن كما ذكرت لك بعد أحداث 11 سبتمبر العمل الإنساني والخيري في العالم كله تغير، وخصوصا في العالم الإسلامي، وكانت التهم كلها موجهة للعمل الخيري الإسلامي، أن بدعم الإرهاب ولا بد من تجفيف منابع الإرهاب وغيره، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كانت سياسة الكويت وجمعياتها الخيرية كلها واضحة، والتنظيم المؤسسي واضح في الجمعيات الخيرية، الممارسات المالية والإدارية عالية جدا. الأهم من هذا كله هو دفاع الحكومة الكويتية عن العمل الخيري، وعلى رأسها صاحب السمو، لإيمانهم بهذه الرسالة اللي تقدمها الجمعيات الخيرية، فكان أثر هذا الدفاع وهذه الثقة وهذا الدعم أن تكون الكويت هي مركز العمل الإنساني، صاحب السمو قائد للعمل الإنساني. فأنا أعتقد أن هذا الأمر يعني شيء مستحق وغير مستغرب، وإن لم يكن هو من يستحق هذا الأمر فمن يستحق هذا الأمر؟ وهذا يعني بادرة جدا طيبة ولفتة جميلة من الأمم المتحدة، يشكرون عليها، ومثل ما ذكرت هو شيء مستحق، نسأل الله أن يكرمه في الآخرة أشد وأكبر من إكرامه في الدنيا، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا وجميع السامعين. اللهم آمين. دكتور عبد الله، بصفتك مدير عام جمعية العون المباشر، كلمنا عن العمل الخيري الكويتي وخاصة جمعية العون المباشر اللي شهدت في عهد سموه يرحمه الله. العمل الخيري من أتكلم من 2012، والعمل الخيري الكويتي قاعد يشهد قفزات جدا كبيرة من ناحية احترافية العمل، من ناحية حجم التبرعات، من ناحية حجم الإنفاق، من ناحية حجم الأثر، سرعة الاستجابة، وهذا يعني ما يكون من جهود فردية بقدر ما هو يعني تضامن وتبادل وانسجام بين العمل القطاع الثالث أو العمل غير حكومي من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام
مع تضافر الجهود مع الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الخارجية، بوزارة الشؤون، كذلك وزارة الدفاع في تسخير الطيارات العسكرية للجسور الجوية للعمل للإغاثات والعمل الخيري أن يستجيب بصورة سريعة. كل هذه لمسناها يعني واستمرت في عهد الشيخ صباح وزادت في عهد الشيخ صباح رحمة الله عليه إلى يومنا هذا. وإحنا يعني أنا قبل 3 أيام تقريبا أنا كان المفروض أني أجيكم بالاستوديو، لكن بسبب حجر صحي توني جاي من السودان سخر الطيارات، أكثر من 8 طيارات حتى الآن، كل طيارة محملة بأربعين طن تجاوزت 300 طن حجم المواد اللي أرسلت بالطائرات العسكرية. تخيل يعني طائرات شحن وجسور جوية وجسور برية وبحرية كلها راحت لإغاثة إخواننا في السودان بعد الفيضانات اللي حصلت لهم. ولا شك أن هالاستجابة بحجمها وبسرعتها دليل على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والجهات الخيرية، وعلى رأسها يعني قيادة الدولة لصاحب السمو رحمة الله عليه. الله يرحمه إن شاء الله. بارك الله في جهودكم، يعطيكم الصحة والعافية دكتور عبد الله على هذا الجهد المبذول من خلال قيامكم بهذه الأعمال الإنسانية في الفترة الأخيرة. أنا ودي أتطرق إلى جانب أيضا النظرة المستقبلية للعمل الخيري في الكويت. العفو ما سمعته. النظرة المستقبلية للعمل الخيري في الكويت إن شاء الله. النظرة المستقبلية للعمل الخيري الكويتي بوجهة نظري أن العمل الخيري الكويتي قاعد يقفز في النضج في الممارسات الإدارية والمالية لتعظيم أثر هذه التبرعات. فالآن التفكير أن كيف أعظم هذا الدينار اللي تبرع فيه المتبرع، وكيف أجعل أثره أكثر، يعني بدال ما يروح الدينار هناك دينار ليش ما أخليه يروح دينار ونص، ليش ما أخليه دينارين، من خلال مشاريع نوعية تقدم للمستفيدين وإمكانية تعظيم أثرها على هذا المستفيد بأنه يتمكن اقتصاديا، يتمكن علميا، يتمكن صحيا. وكل هالأمور لن تكون إلا بأن تعدل هذه الممارسات وتطور إلى الأفضل. الآن اللي أشوف أن العمل الخيري الكويتي بدأ ينافس حتى القطاع الخاص في ممارساته الداخلية، ولا شك أن هذه راح تشوفون إن شاء الله أثرها خلال الفترة القادمة بصورة أكبر من حيث استجابة الناس لهذه التبرعات وأثر هذه التبرعات عليهم. نعم دكتور عبد الله، أول شيء ألف الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله أجر وعافية. أنت ذكرت من خلال حديثك للسادة المشاهدين ولزملائي في برنامج مساء الخير عن موضوع الجسر الجوي مع جمهورية السودان الشقيقة، لمن يتكلم كدوركم أنتم كجمعية العون المباشر في هذا الموضوع؟ كعون مباشر الله سبحانه وتعالى وفقنا، أطلقنا حملة لجمع التبرعات أول ما حصلت الجائحة، وأثناء جمعنا للتبرعات وجهنا مكتبنا للبدء بالتنفيذ ودراسة الواقع. بالفعل يعني نزل الميدان وجمع الإحصائيات وشاف الواقع وأرسل لنا التقارير، وبناء عليها بالتوازي مع إطلاقنا للحملة استجابوا الناس يعني بصورة فوق ما كنا نتصورها. كنا متوقعين حجم معين ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى أكبر مما كنا نتصور، وبدأنا التنفيذ. التنفيذ تم بثلاث خطوط. الخط الأول أن نشتري من السوق المحلي، وكان عندنا تحديات جدا كبيرة بسعر الصرف، بتواجد المواد بحكم تغير سعر الصرف هناك. طلبنا من دول مجاورة، من مصر، طلبنا من دول خارج نطاقهم بحريا أن نستورد. بالإضافة لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الجسور الجوية اللي طلعت من الكويت كان لها يعني أثر كبير في سرعة الاستجابة. سخرت الكويت 8 طيارات، كان حصتنا طيارتين وحصت جمعيات الخيرية الأخرى من ضمنها الهلال الأحمر الكويتي، كذلك طيارات أخرى انطلقت، وكانت الجهود يعني موجودة في كل منطقة تضررت. ووعدنا للحكومة السودانية أن يكون يدنا معاهم إلى أن تنتهي آخر أسرة من استقرارها هناك. لا أنسى دور القوة الجوية الكويتية وتسخير هذه الطيارات، ولا أنسى دور السفارة الكويتية وترتيبها واستقبالنا واستضافتنا ودعمها في كل ما نحتاجه هناك في الخرطوم، رغم الظروف الحالية من ظروف كورونا وظروف عدم تواجد كل الطاقم، لكن كانت الجهود مثل ما ذكرت متضافرة من الجميع. الله يعطيكم الصحة والعافية دكتور عبد الله، كلمة أخيرة تحب توجهها عبر منصة برنامج مساء الخير الكويت.
والله الكلمة الأخيرة أن هذه البلد الحمد لله ولادة وولادة للخير، وإن راح قائد الله سبحانه وتعالى يخلف علينا بقائد. صحيح. وهذه البذرة بذرة الخير هي فطرة بهذا الشعب وقيادتهم، ومستمرين بهالخير، ويقين أن الله سبحانه وتعالى ما يخذل هالبلد ما دام الخير مستمر فيه. ولا شك أن ما عندنا يعني شيء نقدر نفخر فيه بقدر فخرنا بهالديرة بالعمل الخير اللي منتشر في العالم كله. ما تروح بلد، ما تروح مقر، ما تروح قرية، ما تروح تعبر نهر لتحصل علم الكويت موجود أو ذكر الكويت موجود. الله يديم علينا هالنعمة، يرزقنا شكرها، وتستمر إن شاء الله أعمال الخير في هالبلد. اللهم آمين. دكتور عبد الله، كل الشكر على وجودك معنا. دكتور عبد الله عبد الرحمن الصميط، مدير عام جمعية العون المباشر، على مشاركتك معنا في برنامج مساء الخير الكويت أبو يوسف. الله يعطيكم الصحة والعافية. فعلا يعني إخواننا في جمعية العون المباشر الدكتور